أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائم يقول: إمام المسجد إذا كان لا يستطيع القيام بصلاة التراويح، فهل له أن يستأجر إنسانا لذلك ليصلي بهم التراويح والقيام ويعطيه بعضا من الراتب؟ الاستئجار ما يصح، إذا كان يستأجر واستئجار هذا ما يصح، لكن لو استعان به وخلاه يصلي معه وعطاه شيء مكافأة بدون مشارطة هذا لا بأس. أما أنه يقاطعه ويستأجره استئجار هذا حرام ولا يجوز، ولا تصح صلاته إذا كان قصده الأجر. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل قال: أصلي بكم رمضان بكذا وكذا، قال: أعوذ بالله، ومن يصلي خلف هذا؟ لأن هذا يريد بعمله الدنيا. الله جل وعلا يقول: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. فالذي يعمل العبادات من أجل طمع الدنيا هذا داخل في هذه الآية. أما الذي يعمل العبادات لله وإن أعطي شيء أخذه بدون شرط فلا بأس بذلك. نعم.